ادخل. اللواء وفائي بره ومعاه تلاتة عاوزين يقابلوا جنابك. خليه يتفضل. اتفضل. دول طلبك يا سعاده الباشا؟ مش بطلين، بس عايزين يتشيكوا اكتر من كده شويه. نشيكهم على الاخر يا باشا. استنوني بره في السكرتاريا، حاجه عشان اعرفكم اهم وظيفتكم الجديده. اوامر سعادتك يا فندم. اوامرك يا باشا. عاوزك تفهمهم ان هم هيكونوا ملازميني ال 24 ساعه، يعني هيكونوا معايا في كل تحركاتي ما عدا اوقات نومي بس. والاهم من ده كله تفهمهم اصول الاتيكيت. ازاي يتعاملوا معايا وخصوصا قدام الناس. تحت امرك يا باشا. من بكره عاوزك تخصص لي سواق خصوصي يبقى معايا، لان البلد بقت زحمه قوي والسواقه مرهقه على الاخر. موجود يا باشا وتحت امرك من دلوقتي. ايوه وفاء بيه، بس انا مش عايزه اي سواق، انا عايزه سواق يليق باحمد الشرقاوي. مفهوم يا باشا، يكون ذكي ولبق ومهندم كمان، ولو حبيت يكون بيعرف لغات. والقرشانه اللي في السكرتاريه بره دي تتغير دلوقتي حالا ويجي لي طقم من الجامعه الامريكيه على الفرازه يا وفاء بيه. مفهوم يا باشا مفهوم، بس الحكايه دي هتاخد يومين ثلاثه، نعمل اعلان في الجرايد عشان نختار السكرتيره المناسبه. انا قلت طقم يا وفاء بيه، يعني ما يقلش عن ثلاثه اربعه واختار ما بينهم على الفرازه.